بسم الله والابن الروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده ان شاء الله بنعمه ربنا نخلص تاملاتنا في سفر نشيد الانشاد الاصحاح الثامن، واحنا النهارده هيبقى اخر جزء في الاصحاح الثامن، وندي في الاخر فرصه للي يحب برضو يضيف شويه تاملات نختم بيها السفر، يبقى كويس بركة كبيرة. الإصحاح الثامن زي ما ابتدينا وقلنا المرة اللي فاتت إنه بيتكلم بقى عن يعني قمة العلاقة الروحية بين النفس والمسيح، وزي ما قلنا إنه بيبقى في الآخر بقى كل ما الإنسان بيتقدم في علاقته مع ربنا الروحية كل ما بيشعر بالأمان وهو في حضن المسيح، ويشعر أيضا بأنه بمحبة ربنا وعاوز يبادل محبة ربنا دي بحب، ويكون التعبير بتاعه من خلال الخدمة. الإنسان اللي بيحب ربنا بيقدر يخدم، يقدر يقدم خدمة لربنا، يقدر يعمل حاجة عشان ربنا، مشغول بالناس، مشغول بخلاص الناس، مشغول إن الناس كلها تحب العريس الحقيقي أو العريس السماوي. فالإحساس ده بيجي نتيجة إحساس الإنسان بمحبة ربنا، فبيكون رد الفعل هو الحب بالحب، حب لشخص المسيح وحب للآخرين إن هم يعرفوا شخص المسيح. وده كان اتكلمنا عن تقريبا خدنا لغاية آية 7، لغاية آية 7 المرة اللي فاتت. النهاردة ناخد بقى من أول آية 8 لآية 14، هما آخر جزء تقريبا، آخر جزء في الإصحاح الثامن ونهاية سفر النشيد. بيقول إيه من أول آية 8؟ لنا أخت صغيرة ليس لها سديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. أنا سور وسدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. يعني إيه الكلام ده؟ بعد ما العروسة عبرت عن حبها للمسيح لعريسها وقالت له اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، وإنه أنا أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا، كانت في قمة الحب بتاعها للعريس. وزي ما قلت من شوية في المقدمة، أول ما الإنسان بيوصل لحب ربنا بالطريقة دي على طول يتلقى فكره، على طول ينشغل بالآخرين، يا ترى هما بيحبوا ربنا ولا لأ، عارفين ربنا ولا لأ. فكان رد الفعل بتاع العروسة على طول بتقول له بس ثانية واحدة بس كده، أنا بحبك وبحب الآخرين، لينا أخت صغيرة ليس لها ثديان. أولا كلمة الكنيسة هنا بتقول لينا أخت صغيرة، لو هناخدها من ناحية الكنيسة تقصد بها الأمم، يعني أو الناس البعيدة عن ربنا أو الغير مؤمنين. فالكنيسة عندها مشاعر، لأن دي عروس المسيح برضو الكنيسة، إن هناك ناس كتيرة جدا لسه مش عارفين، لينا أخت صغيرة. أخت هنا لهم في البشر، يعني إخواتنا في البشرية في اللحم والدم. فدول لينا أخت هنا يعني مش عارفين طريق ربنا، صغيرة لأنها مش دريانة لسه، مش واعية لسه بالأمور الروحية، صغيرة. وليس لها سديان يعني غير ناضجة، تعبير هنا على عدم النضج. لا، والسديان زي ما احنا عارفين انهم بيعبروا عن كلمة ربنا، عهد قديم وجديد. فدول غير المؤمنين البعيدين عن ربنا. العروسة هنا عاوزة أختها، لأختها في البشرية، إن هي تعرف العريس وعاوزة تخدمها لغاية لما تنضج. أخت صغيرة ليس لها سديان يعني مش ناضجة. طب يوم ما دي نيجي نعرفها عليك هنعمل إيه عشان نعرفها عليك؟ عاوزينها تعرفك وتحبك، وده مش هينفع من غير ما تعرف أسرار الكتاب المقدس، عشان كده عبر عنها إنها ليس لها سديان، وإن السديان دايما كلمة ربنا اللي بتغذي.
الإنسان في محبته لربنا دايما مشغول بالآخر، وكل ما الإنسان يحب ربنا كل ما يفكر في الآخر أكتر. طب دي لم تنضب لسه في معرفة كلمة ربنا، وإذا فضلت كده غير الناضجة مش هتستحق أن تكون عروسة. خلوا بالكم برضو من الحتة دي، يعني الأخت الصغيرة دي اللي هي مش عارفة ربنا أو مش فاهمة كلمة ربنا أو جهلة بكلمة ربنا، كل دي مستويات، يا إما ناس بعيدة خالص عن ربنا، يا إما ناس ممكن تكون بتعرف ربنا لكن مش ناضجة، فيش نضوج، في جهل بمعرفة كلمة ربنا، مش مكشوف عنها أسرار الكتاب المقدس. دي نخطبها ليك إزاي؟ ماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ يعني يوم ما تيجي أنت يا رب تبقى عاوز أن أقول لها إيه؟ عشان كده النفس اللي بتحب ربنا دايماً بيشغلها خلاص الناس، تنسى نفسها وتفكر في خلاص الناس إزاي ترتبط برب. فالأخت دي الصغيرة دي قد يكون أي حاجة بقى، قد يكون بقى ناس وثنيين، ملحدين، غير مؤمنين، إيفن حتى لو ناس مسيحيين بس بعيد عن ربنا، كل دول لنا أخت صغيرة. فالأخت الكبرى هنا اللي هي الكنيسة، اللي هو الإنسان اللي ليه أو النفس اللي ليه علاقة قوية بربنا، تسند أختها الصغيرة، دايماً مشغولة تسند أختها الصغيرة اللي هي ما عرفتش لسه الحق الإنجيلي، اللي ما تعرفتش عن المسيح. ماذا نصنع ليها عشان لما نيجي نخطبها ليك تبقى جاهزة، تبقى عارفة، تبقى واعية؟ أعتقد ده كانت مشاعر ماري مرقص لما دخل الإسكندرية، جاي ده جاي من كنيسة أورشليم، إسكندرية ما فيهاش حد لسه يعرف المسيح ولا يعرف كلمة ربنا. هو القديس ماري مرقص أول واحد كتب الإنجيل بتاعه، أول واحد من الإنجيل من الأربعة كتب أول إنجيل، كان مشغول. الأخت الصغيرة دي ليس لها سديان، ليس لها نضج، ليس لها معرفة الكتاب المقدس، ليس لها معرفة خاصة بك يا رب، هعمل إيه؟ أكيد كان داخل مشغول، هو مش عارف يعمل إيه. بلد كبيرة زي مصر طبعاً ساعتها، داخل اسكندرية في الوقت ده برضو كانت تعتبر برضو مصر من بلاد القوية. طب دي هنعملها فيها إيه؟ أخت لنا، أخت صغيرة ليس لها سديان، ماذا نصنع لأختنا يوم تخطب؟ كان مشغول بيفكر إزاي يخطبها للمسيح. على رأي بولس الرسول لما قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، كان ماري مرقص أكيد مشغول بدي. لنا أخت صغيرة هنا يا رب في اسكندرية، هنعمل إيه؟ طبعا الروح القدس لما يشوف النفس المشغولة بخلاص الآخرين يشتغل، ربنا ما سابوش، دبر له على طول، دبر له أول واحد إسكافي ده، ومن هنا ابتدت يعلم النضج بقى والمعرفة بتاعت المسيح لغاية ما خطب مصر كلها للمسيح ساعتها. طيب دي لنا أخت صغيرة ليس لها سديان، ما سكتتش العروسة بعد كده برضه، قالت طيب لو كانت يعني قلنا ليس لها سديان يعني عدم النضوج الروحي أو عدم المعرفة، طب بس لو كان لها إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. ممكن تتاخد بأكتر من معنى، تتاخد إن ده رد من العريس يطمئن العروسة، يعني ممكن ناخدها من العريس أو من العروسة. لو من العريس بيطمنها بيقول لها إن تكن سورا نبني لها عليها برج فضة. طب ايه يعني لن تكن سورا نبني عليها برج؟ يعني ان كانت سور بس سور كده ايه، قافل مش بيسمع كلمه ربنا، عارف واحد بقى قلبه قاسي مش بيسمع، مش واصله له كلمه ربنا تخش ما تخش، ما قافل، واحد قافل مش عاوز يدخل، رافض لصوت الانجيل او رافض لصوت ربنا. فكأن العريس بيقول لها ان تكن سورا نبني عليها برج فضه. إذا كانت يعني رافضة تسمع صوتي ودعوتي نبني عليها برج فضة، وزي ما أنتوا عارفين طبعاً اتكلمنا قبل كده الفضة هي إيه؟ كلمة ربنا، بس نبنيها كبرج قوي. كلمة ربنا هنا اللي بيقول عليها المزمور 12 كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في الأرض ممحوسة سبع مرات،
يعني نقية جدا تقدر عليها، نعمل لها برج فضل. وإن تكن بابا، يعني إيه بقى تكن بابا هنا؟ أصل الناس نوعين، الناس ممكن يكونوا نوعين، واحد عامل سور مش عاوز يسمع أي كلمة، كل ما تيجي تكلم كلمة ربنا يصدق، يرفض، مش عاوز يسمع. أو واحد بابه عنده باب، وإن تكن بابا بس باب مفتوح، مفتوح للشر وللخطية وللشيطان والأفكار والخداعات والضلالات والأوهام. الله، ده فاتح الباب خالص على مصراعيه، يعني كل حاجة. فكلمة ربنا تخش إزاي هنا في الهيصة دي؟ فأقول وإن تكن بابا، نحصرها بألواح أرز، نظبطها، نقفل عليها بألواح أرز. أرز طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده، اللي هو الشجرة القوية المستقيمة العالية خشبها القوي، اللي نحط ونظبط الباب ده ونقفله باب أرز كويس. والعروسة أصلها عليها خبرة برضو، إنها بنت بيتها مع ربنا من ألواح الأرز، فهي عارفة إزاي البيت يتبني بألواح أرز. الفكر المستقيم، الباب القوي اللي يحمي، اللي يعرف ويفهم، اللي يحاصر، ما يخليش أي حاجة، لو باب مفتوح ولا باب سايب أي حاجة تخش، لأ، ده باب فيه محمي بقوة المسيح اللي يطرد إبليس ويطرد أفكاره ويحمي هذه النفس. نحصرها يعني إيه؟ نلم الموضوع، نحصرها. وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز، نلم الموضوع كده بألواح قوية تقفل عليها وتخليها مفتوحة بس لكلمة المسيح. يبقى ما يبقاش بقى عقلها مفتوح لكل حاجة مفتوحة، كل فكر خاطئ أو لكل شهوة خاطئة. إن تكن سورا نبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. دي إجابة العريس للعروس المطمئنة لما قالت له لينا أخت صغيرة ليس لها سديان. فعلى طول هبت العروسة وراحت قالت له أنا سور وثديايا كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. أنا سور، يعني أنا أقدر أحمي المعرفة بتاعتنا بالمسيح، نقدر نحميها. كنيسة بقى، كنيسة ظهرت، إحنا سور نحمي المعرفة بتاعتنا بالمسيح، ما نسمحش لأي حاجة غلط تخش فيها. كلمة ربنا اللي إحنا عارفينها تبقى كبرج، سديايا كبرجين، عهد قديم وجديد، يبقوا واقفين كالبرج اللي يحمي، يحمي ويدافع ويفهم ويعرف. ده دور الكنيسة، ازاي تغذي، ازاي تسند اختها الصغيرة فتقول انا ابقى سور، سور كسور حماية وكسور دفاع، والسديايا كبرجين يغذي ويعلم ويشبع البعيدين. انا سور وسديايا كبرجين. وبعدين يقول حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. لما النفس تعمل كده، تبقى سور وسديايا كبرجين، تبقى في عين ربنا ايه؟ كواجدة سلامة، كأنها بتحافظ على سلامة النفس دي في علاقتها مع ربنا. فربنا يشوفها كده يقول كواجدة سلامة، كحمامة سلامة، بتصالح النفس على العريس، بتقويها، بتحميها، بتغذيها. وده ده الدور بتاع الخادم أو الكنيسة في التعليم. فيبقى بعمل سلام مع ملك السلام، والسلام بتاعنا عبارة عن إيه؟ أن يتحد أو تتحد النفس بملك السلام. هو إيه غرض أي خدمة في الكنيسة؟ إيه غرض الكنيسة؟ أن الإنسان يتحد بملك السلام. فالكنيسة لما بتقوم بالدور ده بقت واجدة سلامة، بقت عاملة زي بتوجد سلام بين الإنسان ونفسه، أو بين الإنسان والآخر، أو بين الإنسان وربنا، فبقت واجدة سلامة. عشان كده دايما تلاقوا أول أوشية دايما نصليها، أي أواشي في الكنيسة في أي طقس، أول أوشية لازم نصلي من أجل سلامة كنيسة الله. دي أول حاجة لازم نقولها، نصلي من أجل سلامة كنيسة الله. يبقى اللي مرتبط بالعريس ملك السلام دايما يبقى واجد سلام مع الناس، والكنيسة هي كمان
في سلام مع الناس، وإحنا بنصلي من أجل سلامة الكنيسة عشان تفضل دايماً واجدة سلام. وطبعاً ارتباطنا بملك السلام اللي هو المسيح، فكل ما الإنسان يصل إلى اتحاد بملك السلام يبقى وصل للسلامة بتاعته. سرته كواجدة سلامة، ودي حاجة بتعجب ربنا. لما ربنا يبص على إنسان كده ويلاقيه دايماً بيحاول يوجد سلام، دي حاجة بتبسط ربنا. كواجدة سلام يعني شايفنا حلوين، شايفنا حلوين لما يكون ده يبقى دورنا، نصير مصدر للسلام. وبعدين الآيتين اللي بعديهم بقى زي ملخص كده بقى، في بنختم احنا كل ده بنختم بقى السفر او النشيد اللي كتبه سليمان الحكيم. فبيختم بقى بيقول ايه؟ بيقول كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم الى نواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره ألف، كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفضة. كرمي الذي لي هو أمامي، الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر. يعني إيه الكلام ده؟ طبعاً الكرم هنا هو للمسيح، الكرم لسليمان، سليمان الحقيقي اللي هو المسيح. هو الكرم لسليمان، قلنا سليمان رمز للمسيح، فيصير سليمان هنا رمز للمسيح لأنه هو ده سليمان. ويعمل المسيح يعمل في هذا القرم من خلال قرامين اللي هي النواطير. نواطير زي ما اتكلمنا عليها في أول إصحاح اللي هم الحراس أو الكرامين أو الفعلة أو الخدام أو الإكليروس أو كل من يعمل في قرم الرب حق الخدمة. وانتوا تفتكروا طبعا معايا لما المسيح ضرب مثل عن الكرم والكرامين، مش كده؟ تفتكروا المثل ده وتلاقوا انه الكرامين الاردياء دول يقولوا اول ما شافوا الوارث بدل ما يدوله الثمر وتمن الثمر المفروض عملوا ايه؟ قالوا هو ده الوارث واللي هم ايه؟ نقتله. قالوا هم فنقتله، ورفضوا طبعا ان هم يدفعوا الثمر، وعشان كده سميناهم كرامين أرضية أو نواطير. لكن هو هنا سليمان بيقول إيه؟ المفروض إن الكرم ده بتاعي وأنا اديت الكرم ده لنواطير. خلوا بالكم هنا الكنيسة مش بتاعت حد، الكنيسة دي بتاعت ربنا، وبنسميها كنيسة الله. صلوا من أجل سلامة كنيسة الله. وبولس الرسول قال كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني بتاعته هو اللي اشتراها بدمه، هو اللي اشتراها بدمه، يعني بتاعته هو كنيسة اللي يقول لترعوا، بيكلم الأساقفة بيقول لهم لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. طب اقتناها بدمه يعني اشتراها بدمه، مش بتاعت حد، يعني مش فيش حد فينا يقول دي كنيسة بتاعتي. بتاعتك ايه؟ دي بتاعت ربنا وهو المسؤول عنها. فبيقول كان لسليمان كرم في بعل هامون. بعل هامون هنا طبعا دي كلمات عبرية، بعل بمعنى سيد، وهامون بالعبري معناها الجموع، سيد الجموع، يعني الكرم ده بتاع سيد الجموع، وهو اللي سلم الكرم ده لكرامين عشان يحرسوه ويشتغلوا فيه، يشتغلوا فيه. لكن هو المسيح هو رب البيت وهو اللي غرس الكرم وسلمه لكرامين. خلي بالكم سلمه لكرامين معناه انه ما باعهوش، هو ما باعش الكرم، هو سلموا الكرامين يشتغلوا فيه. عشان كده كل واحد فينا أو كل واحد بيخدم سواء من الإكليروس أو من الشعب بيخدم، هو بيخدم في قرم المسيح، والمسيح هو صاحب الكنيسة، هو صاحب القرم. والمفروض أن أي خدمة تقدم في الكنيسة الثمر كله يكون لصاحب القرم، الثمر كله لازم يكون لصاحب القرم. عشان كده قال كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفضة، يعني المفروض ان انا مطالب، كل واحد مطالب انه يؤدي الثمر بتاعه لصاحب القرم.
ليه ذكر ألفا من الفضة؟ دايما الألف في الكتاب المقدس ترمز للسماء، ترمز حياة السماوية، الألف دايما ترمز للسماء، فكأنه بيقول إنه الثمر اللي هيقدموه الخدام هو رمز إن أنا بنقدم ثمر لناس تعيش في السماء. يعني غرض الخدمة في قرن المسيح هو تقديم ثمر ناس تبقى تقدر تعيش في السماء، هو ده الثمر اللي ربنا عاوزه. الثمر مش مادي، الثمر هو خلاص النفوس إنها تقدر تعيش في السماء. يبقى المطلوب سواء من كهنة أو من خدام أو من شمامسة أو من أساقفة أو 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 أي خادم بيخدم في مجال خدمته، هو أنه يقدم ثمر، يعني يعد نفوس تحيا في السماء. نفوس تحيا في السماء تفرح قلب ربنا. هو ده إيه اللي يفرح، هو إيه اللي يفرح قلب ربنا؟ أن النفوس دي تخلص، يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، أن يعيشوا معه في السماء. عشان كده هنا رمز الألف. ليه ذكر ألف؟ قلنا عشان ده يوم واحد عند ربنا كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. الألف دايما تشير للحياة السماوية، تشير الأبدية، الحياة السماوية. وطبعا واضح كمان أنه حقل كبير، يعني ضخم ممتد عبر الأزمنة والأماكن كتيرة في كل مكان وفي كل زمان. عشان كده قال ألف من السماء كمان، ده برضو يعبر عن أن القرن كبير. بعد كده كرمي الذي لي هو أمامي. العروس هنا تنبهت، قالت خلوا بالكم في أول السفر في إصحاح الأولاني، قال جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره. أنطره يعني أنظره، العربي والعبري زي ما قلنا زي بعض. فكانوا حاطيني حارسة للكرم، بس أنا إيه ما اهتمتش بكرمي، أنا فضلت يعني أهتم شوية بالكرم لكن أنا كمان ما اهتمتش. فقالت ده كمان أنا كرمي الذي لي هو أمامي، أنا كمان لازم أخد بالي من كرمي. يعني وأنا بقدم ثمر للصاحب الكرم أنا كمان لازم أكون أخد بالي من كرمي، كرمي الذي لي هو أمامي وأنا قدامي، لازم أخد بالي من الحياة الروحية بتاعتي، من الحياة الداخلية بتاعتي، من العلاقة الشخصية بتاعتي مع ربنا. وإلا بعد ما أنا أبقى ناطورة للكروم وكرمي لم أنطره فأبقى بره خالص، يبقى أنا لم أنظره يعني ما اهتمتش بيه، يبقى أنا مش هبقى موجود في السماء. فالعروسة متنبهة للحتة دي، عشان كده قالت كرمي الذي لي هو أمامي، أنا شايفة قدامي كل حاجة، أنا مش هقدر أنسى. حاضر الألف لك يا سليمان ومئتين لنواطير الثمر. أنت عاوز الألف، هبذل قصارى جهدي إن أنا أوصل الألف دول للسماء. وأنت كمان يا رب مش هتنساني، لأن أنا هاخد بالي من كرمي، فأنت كمان هتكافئني بمئتان لنواطير الثمر. للي بيحرسوا واللي بيشتغلوا واللي بيقدموا ثمر هياخدوا برضو أجرتهم، لأن كل واحد حسب تعبه يأخذ أجرته. لكن ليه بقى 200 هنا؟ الحقيقة الآباء في تفسيرهم قال أكتر من حاجة يعني، بس هو تفسير منه أحد التفسير، يعني قالوا أنه 200 للخدام اللي اشتغلوا في العهد القديم، 100 للخدام اللي اشتغلوا في العهد القديم، و100 للخدام اللي اشتغلوا في العهد الجديد. كلها رموز طبعا، كلها رموز، لأن برضو في ناس اشتغلت مع ربنا في العهد القديم زي أبونا إبراهيم وموسى ويشوع وصموئيل وداود، ما دولش دول خدام، إيليا وأشعياء. إذن في خدام اشتغلوا في العهد القديم، فبرضو من حقهم برضو أنهم ياخدوا حسب تعبهم في الوقت ده، فهياخدوا برضو 100. وخدام العهد الجديد اللي تعبوا في خدمة ربنا برضو هياخدوا الثمر بتاعهم، إذا كل واحد بحسب تعبه يأخذ أجرته، لأن الله ليس بظالم أنه ينسى تعب المحبة. فعلى قد من قدم ثمر لصاحب القرب هو كمان هيكافئ النواطير بتوعه أو الخدام بتوعه اللي بيخدمه في القرب بتاعه. في تفسير تاني طبعا بيقولوا ان 2% 200 يعني 2%
اتنين تمثل الحب، محبة الله، محبة الآخر أو محبة قريبك كنفسك. في 100 يعني عدد كبير كمان، يعني على قد ما تحب بقدر ما في وسعك من الحب هتاخد برضو ثمر. 2% يعني. فكل ما تحب المسيح أكتر وتشتغل أكتر وتشتغل في خلاص النفوس بمحبتك لربنا، محبتك للناس، هيبقى عندك برضو أجرة أو ثمر أنت هتاخده. في تفسير تاني للآية بتاعت كرمي الذي لي هو أمامي. احنا خدناها من ناحية ان العروس قالت كده وبتفكر نفسها، لان قالت في الاول انا ما كنتش واخده بالي من كرمي، فكرت اهتميت بالخدمة ونسيت ايه خدمة نفسي. فبتفكر نفسها كرمي الذي لي هو أمامي، يعني اللي انت اديتولي يا رب انا هبقى عيني عليه، عيني عليه وهاخد بالي من نفسي لألا اضيع في وسط الدنيا دي، فانا واخد بالي. وفي تفسير تاني بيقول ما كرمي الذي لي هو أمامي، برضو دي عن العريس نفسه، يعني الكرم بتاعي أنا واخد بالي منه بغض النظر عن مين بيشتغل فيه، أنا واخد بالي حقيقي. أنا سلمته لنواطير زي ما قلت قبل كده، مش بعته لكن سلمته، لكن عيني عليه برضو، هو قدامي يعني أنا عيني عليه، يعني أنا عيني على الكرم ده، الكرم ده بتاعي وأنا عيني عليه لأنه أمامي، أنا شايفه، أنا بنظره، أنا بحرسه، أنا اللي ما أخد بالي منه حتى من خلال الخدام، لكن أنا برضو عيني عليه. ده برضو تفسير لو الآية دي ممكن تنطبق على العريس أو تنطبق على العروس. آخر بقى آيتين بقى اللي هي ختام السفر بتاع نشيد الأنشاد، آية 13 وآية 14، هي بقى اللقاء بقى الأخير ده في السفر. يقول أيتها الجالسة، العريس بقى بعد ما خلص موضوع المكافأة والدور والثمر والعلاقة وخدمة الآخرين والحب بقى اللي وصل في قمته ده، قال لها أيتها الجالسة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني، فاسمعيني. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. حب العروسة بقى هنا لعريسها ما كانش بقى لا مختفي ولا مكتوم، ده الناس كلها سمعت بالقصة الحب دي. أيتها الجالسة هنا ده دليل بقى أن العريس بيشهد على عروسته أن هي بقت في وضع استقرار. جالسة هنا دايما وضع استقرار في ثبات. الأول كان بقى العلاقة متقلبة، يعني إيه up and down، في فتور وفي رجوع وفي توبة وفي خطية وفي، لكن أنا شايف بقى خلاص أنت بقيتي مستقرة في الحضن الإلهي، في ثبات في العلاقة، في حب بقى بينمو، في نضج ابتدى يحصل في الجنات. الجنات هنا اللي هي إيه، اللي هي الأماكن الحلوة اللي بنتقابل فيها مع بعض، المكان الجميل ده. الأصحاب يسمعون صوتك، يعني صوت حبك، صوت حبك ابتدى يبقى تسمع في الأرض. فاكرين زي ما تقال عن أبائنا الرسل، يقول كده إيه عن أبائنا الرسل، يقول إيه بلغت أقوالهم، خرجت أصواتهم إلى أقاصي المسكونة، وبلغت أقوالهم إلى أقطار المسكونة، إلى أقاصي الأرض. ده تقال عن أباء الرسل، دي آية برضو في مزامير. فصوت حبنا لربنا بقى مسموع، بقى الناس تقول ايه الناس دي، الناس دي بتحب ربنا كده ازاي. فالاصحاب بقوا يقولوا ان احنا سمعنا صوت الحب ده، فربنا فرحان على فكره لما الناس تقول ان ده في ناس بتحب ربنا قوي، دي حاجه بتبسط ربنا. الاصحاب دول قد يكونوا هم الملائكه والقديسين السماويين اللي بيفرحوا بصوت التسبيح وبصوت الترنيم وبصوت الخدمة الإنسان بيقدمها لربنا، صوت الحب. فده برضو ممكن يكون برضو بيعجب ربنا، إنه في ناس بتقول ده في ناس على الأرض بتحبك أوي يا رب. وممكن يكون الأصحاب اللي بيسمعوا صوتك هم إخوات المسيح الأصاغر، الفقراء والمحتاجين والمرضى المتألمين
متوجعين الناس اللي احنا بنخدمهم من الفئات الصعبة دي، هدول أصحاب المسيح برضه، دول إخواته، دول إخواتي. فعمالين يقولوا عني الكلام حلو لأنك اهتميتي بإخواتي هؤلاء الأصاغر، الأصحاب دول أصحابي، أنت اهتميتي بيهم. من اهتماماتك وخدمتك ليهم بقى يسمعوا صوتك، فأنا فرحان. اسمعيني أنا كمان، أنا كمان أبقى فرحان بإني أسمع صوتك الحلو ده، صوت الحب، صوت المفرح بتاعك، صوت الخدمة. دي بتفكرني بالآية اللي قالها المسيح، تعالوا رس الملك المعد لكم. اسمعيني بقى ده وتعالي، تعالي هنا سمعيني صوتك. خلي بالكم لأن احنا في السماء صوتنا هيبقى صوت تسبيح بس، إذا كان صوتنا على الأرض بيسمع في وسط الناس، سواء الناس اللي على الأرض اللي عايشين معاهم أو خلال الناس السماويين الملائكة القديسين اللي عايشين في السماء، فالصوت بتاعنا صوت الحب اللي بيننا وبين ربنا بيتسمع. قالوا بالكم كل واحد يحب ربنا صوته مسموع، احنا مش بنجري ورا ده بس، دي حاجة طبيعية بتحصل. وربنا بيفرح لما بيشوف حبنا ليه مترجم عملي من خلال الخدمة، فهو بينده لها بقى، بيقول لها طيب إذا كان صوتك بقى ده في الجنات كده، طب تعالي لي بقى فوق عشان تشوف الجنة الحقيقية، الملك اللي أنا بأعده ليك، سمعيني بقى صوتك فوق. طبعا فوق مش هيبقى فيه خدمة، لكن هيبقى فيه تسبيح، خدمة التسبيح بس، إلهي الصوت، عشان كده عبر عنها بالصوت، مفيش حاجة تانية نعملها غير أن احنا نسبح اسم ربنا. فيبقى التسبيح في الأبدية هو ده شغلنا الشاغل. وطبعا ربنا عبر عن الموضوع ده برضو في الإصحاح الثاني، تفتكروا الآية اللي قالت يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك واسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل، في نشيد 2:14. ربنا يحب يسمع صوتنا، يحب يسمع صوتنا في الصلاة، في التسبيح، في الترنيم، صوتنا وإحنا بنتكلم عنه وإحنا بنشهد ليه، ربنا يحب يسمع الصوت ده. بس بعد كده لا، أنا بقى عايز أسمعه بقى عندي بقى فوق في السماء. فلما قال لها كده قالت له أهرب يا حبيبي وكن كالظبي كغفر الأيائل على جبال الأطياف. ماشي تعال بسرعة بقى، أهرب هنا مش هروب خوف أو أهرب لا لا لا، مش هروب من حاجة يعني. الترجمة الإنجليش على فكرة معناها اسرع أو أهرب بسرعة أو تعالالي بسرعة، خدني معاك. أهرب يا حبيبي وكن كالظبي، الظبي اللي هو الغزال قلنا اللي هو يقفز كغفر الأيائل، كغفر الأيائل على جبال الأطياب، ده بقى في الجبال من فوق، اجري اجري اجري، تعال خدني، مش انت عايز تسمع صوتي؟ طب يلا. عشان كده الختام بتاع سفر النشيد ده بالظبط تقريبا زي الختام بتاع سفر الرؤيا، وقلنا دول السفرين الرمزيين، واحد في العهد القديم وواحد الجديد. سفر الرؤيا يوحنا الحبيب ختم السفر بتاعه بالآية دي، أمين تعال أيها الرب يسوع، أمين تعال أيها الرب يسوع، آخر آية في سفر الرؤيا، تعال تعال خدنا بقى. هي بتقول له كده أهرب يعني اسرع، تعال بسرعة، اسرع يا حبيبي اسرع وكن كالظبي، الظبي عشان الغزالة الحلوة النشيطة اللي تجري بسرعة دي تتاخدني معاك على جبال الأطياب. الجبال دايما الرفعة والسمو والسماء، فكر العالي، لأن خلاص بقى هي وصلت للقمة في علاقتها، بس مش عاوزة تفضل بقى على الأرض، عاوزة تفضل في السماء في حضن المسيح. جبال الأطياب، الأطياب الريحة الحلوة، حياة جميلة الممتعة اللي على الجبال فوق بقى، فوق أنا بقى خلاص بقى مستوى الأرض بالنسبة لي تافه، ملوش ارتباط بيا، مش مرتبطة بيا خلاص anymore. فبقى أنا محتاجة تعالى وخدني على الجبال بقى أو فوق السحاب عشان أبقى معاك إلى الأبد، وتسمع صوتي بقى إيه براحتك، وأنا أتمتع بالوجود في حضنك الإلهي. وطبعا حياة المسيح عموما، طبعا الجبال اتذكر، الجبال دي في السفر كتير، والجبال كان في حياة المسيح طبعا، يعني حياة المسيح كانت مرتبطة بالجبال برضه، والجبال يعني جبال تبين يعني العلاقة اللي بيننا وبين ربنا، يعني كلها أصبحت فوق قمم الجبال، يعني حاجة عالية يعني. وكأن السفر بتاع نشيد الأنشاد بينتهي بإعلان شهوة النفس
للقاء عريسها عيانا في الأبدية. ودي شهوة قلب أي إنسان فينا بيحب ربنا، إن يكون إنه يختم حياته على الأرض ويكمل حياته مع المسيح في الأبدية. طبعا السفر ده كده هيبقى خلص، أخد بس يعني كمثال يعني زي الواحد يستفيد من السفر ده، وسفره بقى طبعا فرصة حلوة ممكن بقى اللي يحب يعني الفترة الجاية كده يقراه تاني بقى بعد ما سمع الشرح والتأمل، يبتدي هو يطلع التأملات، يبتدي يدور على مثلا على بعض نقط. مثلا أجيب شوية أمثلة، أنا كل واحد يقدر يحط أمثلة كتير يعني مثلا أمثلة زي مثلا حاجات من اللي اتكلمنا فيها. مثلا كل جمال موجود فيا هو انعكاس محبة المسيح فيا، لازم أكون شاعر بمحبة المسيح، وإن أي حاجة حلوة فيا أنت السبب فيها يا رب، فأنا نحتاج أشكر ربنا. لما ألاقي حاجة حلوة فيا أشكر ربنا، أقول يا رب ده جمالك أنت اللي فيا، أنا سوداء وجميلة، جميلة بيك يا رب، لكن أنا عارف نفسي وعارف ضعفي، وعارف يا رب إن أنا ما أقدرش أعمل حاجة من غيرك، أنا محتاجك. الاحتياج والتعبير أنا محتاج أحبك أكتر. السفر ده هي قصة حب من الآخر، هي علاقة حب مكتوب طبعا بصيغة مفروض شعرية، اللي بيفهم عبري هيتمتع بيه أكتر مننا طبعا أكتر يعني. لكن هي علاقة حب بين النفس والمسيح، نركز على علاقة الحب دي، نزود الحتة دي، أنا لحبيبي وحبيبي لي. فدي نقطة من النقط اللي ممكن تكون موجودة في موضوع السفر. نقطة تاني يمكن درسناها عشان في الإصحاح الأخير دي، إنه من هذه الطالعة من البرية، من هذه الطالعة مستندة على حبيبها. يقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها، رقم الآية رقم 5 في الإصحاح ده اللي كنا بندرسه، مستندة على حبيبها. دي خليها في فكرك، دي ممكن تبقى مجال تأمل، هل أنا من النوع اللي بقدر أسلم حياتي لربنا ولا لا؟ من النوع اللي بثق في ربنا، عندي إيمان كامل إن هو ربنا بيعني بيهتم بيا مهما كانت الظروف والأحداث بتاعت العالم حواليا والأخبار اللي حواليا غير مطمئنة. ما إحنا عايشين في عالم متغير وعالم متقلب، يعني عالم متغير ومتقلب المزاج، وكل يوم بحال شك، لأن الشيطان موجود والشهوة موجودة والمادية موجودة والإباحية موجودة وكل حاجة موجودة، وبالتالي العالم ما فيهوش استقرار. طب عدم الاستقرار ده بيعمل فيه ايه؟ بيقلقني ولا بيخليني انا ثابت برضو في محبة المسيح؟ ده برضو حاجة محتاجة الواحد يفكر فيها. اللي بيعجب ربنا ان يقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها، اللي متكل على ربنا ربنا بنبسط قوي بيه. فهل انا من النوع ده؟ هل انا من اللي بحب ربنا مستند على حبيبي، ولا مستند على ذاتي، على عقلي، على فلوسي، على قوتي، على ذكائي، على whatever. نقطة تالتة ممكن ناخدها برضو، أنا هجيب أمثلة عشان كل واحد بعد كده يبتدي يطلع بقى. في معطلات ممكن تعطلنا عن محبة ربنا، وده حقيقي أكيد كلنا بنحب ربنا، بس في حاجات معطلات ممكن تعطلنا، زي الذات بتاعتي، الكرامة بتاعتي، الأنا بتاعتي، الإيجو بتاعتي، زي لو في لذات معينة أو شهوات معينة، زي ممكن محبة المال، الطمع، زي الأصدقاء، الناس اللي حواليا شكلهم إيه، بيعملوا إيه معايا، زي الكسل أو حب الراحة، عدم التعب، يعني مش عاوز يتعب يعني. كل دي أمور مرت بيها العروس دي معطلات كلها يبقى أنا لازم أشتغل أشوف أنا إيه المعطل اللي بيعطل محبتي لربنا، لأن هي عشان أعيش قصة الحب دي، ما قصة الحب دي لازم أعيشها عشان في النهاية أقول يا رب تعالى يا حبيبي، مش تعالى اهرب يا حبيبي بسرعة، يعني تعالى بسرعة وخدني على جبال الأطياب. ما أقدرش أقول الجملة دي وأنا لسه المحبة بتاعتي لم تنضج بعد. نقطة كمان، فكرة إن أنا أهتم برضو باللي حواليا، في كل واحد حسب ظروفه حسب خدمته. طبعا الكاهن في مجال خدمته، الشماس في مجال خدمته، الخادم في مجال خدمته، الأب والأم في مجال خدمتهم في البيت أو في الأقرباء أو في وسط العيلة أو في وسط الأسرة أو في وسط الشغل. أنا بعمل إيه في وسط الناس؟ دوري إيه؟ إن أنا أعمل زيهم
ولا دور ان انا اهتم ان انا اشهد عن المسيح حتى من غير وعظ، بس اشهد عن المسيح بكلامي بتصرفاتي بعدم ان انا بعمل زيهم. ما هو ده برضو الاهتمام لينا اخت صغرى، لينا اخت صغيره ليس لها سديان. في ناس كتيره تايهه، يا ترى الى اي مدى انا بحاول ابذل مجهود على قد ما اقدر، كل واحد على حسب طاقته بيقدر يعمل ايه عشان في ناس تحب المسيح وتعرف المسيح ونقدر نخطبها للمسيح. نقطة كمان هو تدريب، من التدريب الحلوة خصوصا ما احنا داخلين يمكن على اسبوع الالام او عموما ده از جنرال تدريب حلو، دايما ان الواحد يتذكر اسم يسوع. في صلاة اسمها صلاة يسوع الاباء القديسين دايما على مهنة اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، او اسم الخلاص. احنا عندنا في التسبيحة مثلا في ابصليه الجمعه بنقول اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. الابصليه كلها بتتكلم عن اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح، لان هي العروس في اول اصحاح عبرت عن حبها لاسم المسيح، اسمه نفسه بيقول، قالت على كده اسمك دهن المهراك لذلك احبتك العذارى. يعني الواحد يحبك بسبب اسمك. فتذكر اسم ربنا باستمرار طول النهار، يعني ما بكتفيش بس ان انا افتكر ربنا الصبح وبالليل، لكن انا طول النهار بنده عليه اسم الخلاص ده. ده بيساعدني على اني انمو في محبه ربنا. في جمله حلوه قوي في رساله الجمعه بتقول طوبى للانسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءه تعبا القاتله للنفس، ويحمل صليبه يوما فيوما، ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا يسوع. يلصق يعني يلزق عقله وقلبه باسم ربنا. فدايما ابقى تدريب عندي طول النهار، ويبقى حلو كمان حتى في اسبوع الالام، لان حتى وانا في شغلي ومش ببقى في الكنيسه بسبح اسم الخلاص لربنا يسوع المسيح، اتليست انا بقدر اقوله طول ما انا قاعد في اي مكان اسم الخلاص الذي ربنا يسوع. لما انا اكرر والزق عقلي وقلبي باسم الخلاص ده يحصل ايه؟ بعديها تقول يفرح قلبنا ويتهلل لساننا اذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا. يبقى الفرح يبقى في قلبي، والتهليل والسلام. ما سلامنا اللي جوه ده وتهليلنا وفرحنا هيجي منين؟ ما من اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح، مجرد ان انا اتذكر اسم. وطبعا كلكم حافظين ابصليه السبت اللي هي اعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. كلنا يمكن عارفين الابصليه دي بالذات، لان ابصليه السبت كلها برضو تتكلم عن تذكار اسمك واسمك حلو في افواه. دي باسم ربنا يسوع المسيح. فممكن يبقى تدريب ان انا اصلي ابصليه اليوم، ممكن اصلي ابصليه اليوم دي برضو حاجه كويسه، لان لما بصلي ابصليه اليوم برضو ده بيخليني مرتبط باسم المسيح، يلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. من الآخر يعني السفر ده زي كده ما قالوا كده بيلخص بولس الرسول، لخصه في حتة في نقطتين. الآية الأولانية لما قال محبة المسيح تحصرنا، ربنا حبه كعريس سماوي وشهوته إنه يتجسد ويتصلب عشان يمسك بالكنيسة بتاعته ويطلعها للسماء. محبة المسيح تحصل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ده ملخص يعني. النقطة الثانية حب العروس لهذا العريس البازل والمحب والمعطاء بيظهر في حاجتين. حب العروس للعريسها بيظهر في حاجتين. في الاشتياق لي دايما والالتصاق بي. ما قالت أنا لحبيبي وحبيبي لي، لما قالت أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، ويظهر في الاهتمام بالآخرين وخدمتهم لنا أخت صغيرة. ففي في 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 النقطتين دول لما الإنسان يشعر بحب ربنا فيبقى عاوز يحب ربنا، ونتيجة حب ربنا يهتم بالآخرين اللي حواليه يخدم. وفي النهاية طبعا يبقى الإنسان بعد كده يقول يا رب أمين تعالى أيها الرب يسوع، تعالى عشان نتمتع في مجيئك الثاني، نتمتع بالوجود معاك في حضنك السماوي إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من أهل الأبد.
في حد يحب يضيف يعني ممكن ناخد 5 minutes كده لو في أسئلة، أو حد يقول كده حاجة يكون مثلا عجبته في المسافر النشيد الأنشاد يعني يكون في حد يكون حاجة عجبته في المسافر النشيد الأنشاد. ممكن أقول حاجة يا بونا؟ تفضلي. شور طبعا. هو الآية الأخيرة جميلة جدا، يعني ممكن الواحد وهو في محضر الله مثلا، أو عمال يعني، أو ممكن يصلي، أو أي إنسان مش لازم أنا، ممكن يعني تخيلت إن ممكن أقول اجعلني أجري وراك يا رب، وزي مثلا كالظبي وكالغفر الأيائل على الجبال المرتفعة وأنا شاخصة إلى السماء. تيجي نفس المعنى، يعني حسيت إنه ممكن يعني الواحد يقول كده. طبعا ممكن، ما دي تأملات طبعا ممكن. هي الآية في الأصل بتاعها هي العريس اللي بتكلم العريس وبتقول له تعال يا حبيبي أو اسرع يا حبيبي اسرع، هي بتقول له اسرع عشان ده تعبير عن الاشتياق للوجود مع المسيح في السماء معاه. خذني معاك، خدني معاك، يعني تعال وخدني، اسرع اسرع يعني أجري وراك على طول. فهي اللي بتندى عليه بتقول له اسرع وتعالى، او انا اقول له أجري تعالى وراك. وخدني معاك. أيوة، هو تأمل جميل، يعني أنا حسيت الآية دي جميلة أوي. يا طبعا حلو خالص، ربنا عوضك. تعيش يا بنا. حد تاني في عجبته حاجة في سفر النشيد يحب يتأمل فيها معانا؟ عن إذنك كنت سابونا. تفضل يا أستاذ وسيم. المبسوط أوي إن إحنا خلصنا نشيد الأنشاد بالإضافة لأيوب اللي قدسك قلت عليه. نشيد الأنشاد ممكن نلخص جملة منه قالها أرمية برضو كلها محبة. أرمية في صحة 31 قال: ترى لي يا رب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. لخص قصة الحب دي في إنها محبة أبدية. يا حلو قوي حلو قوي. الحتة الثانية الإصحاح الثامن اللي خلصناه النهاردة في آيتين متكررين، الآية 9-8 آية 3: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، متكررة إصحاح 2-6. والرد بتاع ربنا من هذه الطالعة برضو في إصحاح 8 آية 5 متكررة 3-6، يعني دي في 2-6 ودي في 3-6. الآيتين متكررين يعني ذو أهمية خطيرة. دي شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ثانك يو على الملاحظه دي. واحنا يمكن اتأملنا فيها المره اللي فاتت فعلا. يا ثانك يو حبيبي، ربنا يعوضك. اتى ناس رفع ايديك، اتفضلي. سلام يا ميبونا. سلام حبيبي. قدسك لفت انتباهنا لحاجه جميله قوي، موضوع الجبال. I loved الكونكشن قدسك عملتها دلوقتي، وخدتنا في رحلة كده مع عهد القديم، موسى، إيليا، كل الناس اللي عاوزة تستلم كلمة ربنا كانت دايماً كده من فوق الجبل، حتى برضو في حياة رب يسوع الموعظة على الجبل، وختم كل يعني حياته على الأرض بأن هو برضو اتصلى فوق قمة الجوزة. فحسيت ان احنا عشان يبقى لينا العلاقة دي بتاعت النفس المرتبطة بالمسيح، واللي هي عايز تعرف وتسمع الكلام صح، يبقى لازم تطلع على الجبل، يبقى لازم تروح عند الصليب، ولازم لازم تسيب البلد زي كده الرهبان واللي تركوا الأرض وسكنوا المغاير والشكوك، يعني لازم أروح الخلوة، لازم أروح العلاقة الشخصية، لازم أنزل تحت الصليب علشان أقدر أسمع الكلمة وأقدر أفهم. Thank you بونا. حلو خالص حبيبي، حلو خالص يعني. Thank you. حد مشيرة تفضلي. حلو بونا. في حاجة قدسك قلتها في لها تفسيرين، كرمي الذي هو أمامي. لا سوري. كرمي الذي هو أمامي. قدسك قلت يا إما العروسة أو يكون هو السيد المسيح بينظر كل الكرم.
الحقيقة هو فعلا فكرة إن العروس تقول كرمي الذي هو أمامي، ابتدت تاخد بالها من نفسها، لأنها في الإصحاح الأولاني بتقول: بنو أمي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. فهي الإنسان في بداية العلاقة مع ربنا الغير مستقرة، زي ما هي كانت غير مستقرة لسه في علاقتها مع ربنا، في الآخر ابتدى يبص لنفسه، ما بيبصش يعني ما بيبصش للي قدامه أو ينطر الكروم اللي قدامه فقط، لما بينطر نفسه برضه بينظر لنفسه، بيبتدي يشوف جواه في إيه. لما بتستقر العلاقة مع ربنا بيكون كبر أكتر، أو عنده نضج. يعني نضج أكتر، فبيبص لنفسه أكتر من جوه، ويحاسب نفسه وياخد باله من كرمه من نفسه، عشان يقدر بعد كده يظهر أو يثمر في الكروم اللي هو مسؤول عنها في خدمته. فأنا أميل فعلا للتفسير ده، وحلو قوي، دي بتدل على فعلا نضج العلاقة مع ربنا. حلو. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. حد حابب يضيف أي تأمل تاني أو أي حاجة عجبته من سفر نشيد الإنشاد؟ طيب أنا ليا رجاء، يعني لو يعني المجموعة اللي هي حضرت التفسير معايا تقريبا هي نفس المجموعة تقريبا اللي حضرت التفسير، يعني عشان نحس برضو بالسفر كده، نحسه بقى مرة تاني، يعني يا ريت يعني إيه نقراه مرة كده بقى بالروح دي وبالتأمل ده. خلينا نقرأ مرة كده، وكل واحد كده يعيش فيه كده إيه مع نفسه بقى، ويدور بقى في محبته لربنا من خلال السفر ده، يعيش قصة الحب دي يعني. وهي أحلى وقت فعلا اللي هو وقت أسبوع الآلام ده، بصراحة هو أحلى وقت الواحد ممكن يعيش المشاعر دي من خلال السفر، يعني تبقى فرصة حلوة كتدريب كويس. مشيرة، أنت عايز تقولي حاجة تاني؟ يا بونا، عايزة أشكر قدسك أولا على تفسير سفر نشيد الأنشاد، لأن أنا عن نفسي كنت قريته مرتين ثلاثة ما فهمتش فيه أي حاجة، إنما مع التفسير بتاع قدسك كنت فعلا بحس بالحب فعلا اللي موجود في السفر من ناحية ربنا. يعني فعلا سفر جميل جدا، يعني عشان قدسك تقول نقراه تاني، ده صح، في علاقة جميلة قوي مع ربنا أنا ما كنتش بفهمها ولا كنت بحسها قبل كده، رغم إن أنا قريته. لا، ما ثانك يا اصل بونا. ده السفر ده يحتاج تفسير طبعا، هو ده مش تفسيري انا، اللي انا ما بقولش اللي انا بقول ان انا ده تفسيري انا، بس هو تفسير الاباء طبعا، لكن هو فعلا السفر يحتاج تفسير، لان دايما الاسفار الرمزيه تحتاج الى تفسير، زي سفر الرؤيا بالظبط. يعني ده يعني التفسير ده يعني سفر نشيد الانشاد وسفر الرؤيا من الاسفار اللي لازم تحتاج تفسير. والحقيقه عندنا اباء كتير يعني عندهم تفاسير، واباء القديسين كمان عندهم تفاسير. أبونا تدرس مالتي برضو جايب تفاسير كتيرة قوي للآباء القديسين، برضو حلوة، وفي كتب كتيرة برضو، وسينك أبونا داود برضو عامل تفسير. يعني هو التفاسير دايما بتخلي الواحد يعيش الكلمة اللي هو بيقراها، لأنها فعلا محتاجة في رموز ممكن الواحد يقراها ما يحسش بيها فعلا، بس بعد ما يفهمها يحس بيها بقى. هو قدسك خدت كل الملخص بتاع كل التفاسير دي واديته لنا، فكانت فعلا يعني كان الواحد محتاجه في سيرة نشيد الأنشاد. يعني ثانك يو. بنقضي وقت بنقضي ثانك يو حبيبي، بنقضي وقت حلو مع بعض وفرصة نشكر حلوة. ربنا. نشكر ربنا إنه كلمة ربنا بتجيب نتيجة حلوة معانا، وكلنا بننبسط وبنفرح وبتشجعنا في حياتنا الروحية، لأن هو ده دور كلمة ربنا، كلمة ربنا إنها تدفعنا دفع لمحبة ربنا. آمين. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يكون معاكم. اتفضل نصلي. طب انتوا عايز اسأل سؤال بقى، سفر نشيد الأنشاد ده هو سليمان الحكيم كتب كم نشيد؟ حد فاكر؟ يعني ايه نشيد يا بوني؟ يعني كتب اصفار ايه يعني؟ لا مش كتب، بس هو كتب أناشيد زي ده، كتب كتير. حد فاكر الرقم؟ أصل ده نشيد الأناشيد.
لكن هو كتب كتب في المزامير يا بون. كتب كام نشيد اللي هو في المزامير؟ لا لا لا، مش في المزامير، هو آية في سفر الملوك ذكرت سليمان كتب 1005 نشيد. 1005 نشيد. نشيد ده هو بتاعهم كلهم، يعني زي كده أفضل الأناشيد، لأنها بتعبر عن عمق العلاقة الشخصية بين الإنسان والمسيح، بين العروس والعريس. فهي دي التعبير، عشان كده سمي الكتاب اللي سميناها نشيد الأناشيد. بس دي بفكركم بيها، لو أنا قلتها في المقدمة يمكن، بس يعني بفكركم بيها. ربنا يحافظ عليك. بسم الله والابن القدس الان واحد امين. نشكرك يا رب يسوع المسيح على حبك يا رب ومحبتك التي تحصرنا يا رب كل يوم. كل يوم انت يا رب بنكتشف حبك لينا، في كل يوم بنكتشف يا رب قد انت مهتم بينا، في كل يوم بنكتشف قد انت يا رب تاخد بالك مننا. حتى وان كنا يا رب ساعات ممكن ننشغل عنك شويه يا رب، لكن يا رب بالحقيقه احنا بندرك وبنعرف يا رب انك انت يا رب بتحبنا. وكل يا رب ما بنتكلم معاك اكتر، وكل ما بنذكر اسمك اكتر، كل يا رب ما بنعرفك اكتر ونحبك اكتر. ادينا يا رب ود كل واحد فينا ان احنا نشعر بهذا الحب الالهي يا رب، حتى ننمو فيه وننضج يا رب في معرفتك، وتبقى كل اشتياقات قلوبنا يا رب ناحيتك يا رب. كل حاجة نعملها يا رب نعملها عشانك، إن كنا يا رب عايشين عشانك، وإن كنا بنشتغل عشانك، وإن كنا يا رب لينا بيوت وعائلات وأسر عشانك، إن كنا بناكل يا رب وبنشرب برضو عشانك. إحنا يا رب ما فيش حاجة نعملها إلا ليك أنت، مش هنعمل أي حاجة إلا عشان نعبر عن حبنا ليك يا رب. ادي يا رب هذه الأحاسيس تكون موجودة في كل واحد فينا يا رب، واجعل كلامك يا رب الحلو الجميل اللي انت بتفسره لينا يا رب بروحك القدوس عشان نعيش فيه وننمو وننضج إلى يا رب أن تكمل يا رب رحلة غربتنا يا رب على الأرض، ونتمتع باللقاء السماوي الأبدي، اللقاء يا رب المفرح لكل إنسان. إلهنا القدوس السماوي، بنضع حياتنا كلها بين إيديك، ونسألك يا رب من أجل هذا الصوم المقدس اللي قرب على الانتهاء، ومن أجل يا رب أسبوع الآلام، لأن نتذكر في قصة الحب العجيب بتاعتك يا رب للبشرية كلها. ادينا يا رب إن احنا نعيش هذه الأيام المتبقية من الصوم يا ربي في خضوع ليك، وفي اتكال وتسليم ليك، في إيمان وثقة يا رب بيك، وفي حب متبادل يا رب ليك، مسلمين حياتنا كلها ليك، مختبرين قوتك محبتك يا رب في حياتنا حتى تلتهب قلوبنا يا رب حبك. اذكر يا رب كل واحد باسمه يا رب، اذكر شعبك وكنيستك وكل الخدمة يا رب اللي فيها، اذكر سلامة الكنيسة كلها يا رب في كل مكان، اذكر شعبك يا رب في كل مكان، عز يا رب المتألمين والمتوجعين. ودي يا رب نعمة يا رب خاصة يا رب لكل أولادك يا رب في كل مكان، تحت أي ظروف صعبة يا رب يمروا بيها، وإحنا واثقين يا رب إن كنيستك في يدك، مفيش حد يقدر يقرب منها يا رب، لأنك أنت يا رب هو حميها. باركنا يا رب كل بركة روحية ترانا في احتياج إليها، واستجيب لينا شفاعته من نور العذراء مريم ملك مخيلا بتاك لو بركة الصوم المقدس. اسمعنا يا رب لما نقول لك كلنا بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا سلام، سلام الرب يكون معكم.